في السادس من تشرين الاول اي بعد يومين من بقائه على الحدود العراقيه الكويتيه وصلت طائره خاصه فرنسيه لتحمله معززا مكرما الى باريس، ثم ليتحول مقر اقامته الى ملتقى لحشود الزوار الذين كانوا يتدفقون على مقر اقامته في باريس من مختلف انحاء العالم ولتبدا حمله تسجيل خطاباته. وارشاداته على اشرطه كاسيت كانت تطبع في باريس بمئات الالاف من النسخ وتهرب الى داخل ايران. وفي فجر الحادي عشر من شباط 1979 سقط نظام الشاه وقامت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. طبعا هنا حاول صدام الذي اصبح الرئيس الاوحد للعراق حاول اصلاح ذات البين مع طريده الامام الخميني الذي اصبح الحاكم الاوحد لايران ايضا ولكن دون جدوى اذ كان طبيعيا ومتوقعا ان يباشر الخميني بتصدير الثوره الى دول الجوار طبعا اولها العراق المحكوم بالنظام الكافر نظام صدام حسين على حد وصفه. المهم في 22 ايلول سبتمبر 1980 تمكنت قوات صدام حسين من احتلال حوالي 1300 كيلومتر مربع من الحدود المشتركه مع ايران لتشتعل الحرب ولتستمر ثماني سنوات بما فيها من نسف وحرق ودمار وخراب وسفك دماء. وهنا نسأل هل كان هذا كله ليحدث لو تصرف صدام حسين بعقلانيه وبحكمه السياسي وبعد نظره فلم يأمر بطرد الخميني من العراق في 1978 بتلك الصيغه المهينه التي منحت الدول الدول الكبرى فرصه لاستثمار العداوه الشخصيه بينه وبين الخميني لاغراق البلدين والشعبين في بحر من الدماء ولاشعال فتنه مذهبيه كانت نائمه ليشهد الوطن العراقي وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين كل هذه الحروب والفوضى والخراب. وسفك الدماء